حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستواصل مكافحة كافة التنظيمات في الداخل أو في الخارج على حسب تعبيره، سواء كانت داعش أو وحدة حماية الشعب الكردية. وأوضح الرئيس التركي أن التهديدات في شمال سوريا ليست موجهة ضد الولايات المتحدة أو روسيا، وإنما تستهدف تركيا والسوريين. وفيما يتعلق بقرارات البيت الأبيض بتسليح وحدات حماية الشعب الكردية، أكد أردوغان أنها خطوة تتعارض مع علاقاتنا وتفاهماتنا الاستراتيجية، وأضاف أنه سيعقد اجتماعا مهما مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وأنه ليس من الصواب رؤية حليفنا كما قال أردوغان جنبا إلى جنب مع تنظيم إرهابي على حسب تعبيره. لمتابعة هذا الموضوع بالتحليل والتعليق أرحب بضيفي السيد غزوان المصري الكاتب والباحث في الشؤون التركية من اسطنبول. أهلا بك سيد غزوان معنا. إلى أي مدى فعليا يمكن أن يصل التوتر بين واشنطن وأنقرة على خلفية تسليحها للأكراد؟ هذه الزيارة أنا أعتقد أنها مهمة جدا لنقطتين هامتين. النقطة الأولى هي قضية دعم الولايات المتحدة لحزب الاتحاد الديمقراطي البيدي في سوريا، وأيضا تسليم فتح الله جولان رئيس التنظيم الذي قاد الانقلاب العسكري الفاشل في 15 تموز العام الماضي. فلذلك هذه الزيارة حقيقة هي الأولى التي يقوم بها السيد رجب طيب أردوغان ليلتقي بنظيره الأمريكي ترامب، ولكن السبب توتر العلاقات هي سياسة أوباما التي أزعجت الجانب التركي. أزعجت الجانب التركي لأن أوباما لم تسئ العلاقات الأمريكية التركية كما كانت في عهد أوباما. السبب هو دعم المنظمات الكردية، المنظمات الانفصالية، المنظمات القريبة من حزب البيكيكا، الحزب الإرهابي الذي يحارب في تركيا من أكثر من 30 سنة. هذا الدعم وهذا السلاح الذي قدم إلى حزب الاتحاد الديمقراطي البيدي في سوريا، ثبتت الحكومة التركية أن جزء من هذا السلاح استخدم داخل الأراضي التركية. طيب. استخدم سيد غزوان، تفجيرات انتحارية أدت إلى قتل عدد من المدنيين. أمام هذا الواقع الآن، برأيك ما هي خيارات تركيا والأكراد أصبحوا رأس الحرب أمريكيا، سواء في عهد أوباما كما ذكرت في إطار ما تحدثت عنه، والآن الدعم المباشر في عهد ترامب؟ أنا أعتقد أن تركيا هي حليف أساسي لأمريكا، وأمريكا لن تضحي مقابل التعاون مع منظمة إرهابية مقابل أن تضحي بعلاقاتها. ولكنها تضحي الآن. التاريخ تضحي. إلى الآن. الآن هذه قبل الزيارة، هذه التصريحات قبل الزيارة، ولكن بعد هذه الزيارة عندما يقدم السيد رجب طيب أردوغان الأدلة القطعية والصور التي تدعم فيها القوات الأمريكية الوحدات الكردية هناك، سيقدم له الأدلة. وقبل هذه الزيارة ذاتا كان هناك وفد رفيع المستوى متواجد في أمريكا، المتحدث باسم الرئاسة الجمهورية إبراهيم كولون، وأيضا رئيس الأركان ورئيس جهاز المخابرات التركي، هم موجودين في أمريكا لتمهيد لهذه الزيارة، وتمت مقابلة مع ترامب، وتم طرح الملفات التي ستطرح بالقمة التي ستجمع الرئيسين. فلذلك أنا ما أظن أن أمريكا ستضحي. هل سيقتنع ترامب بما سيعرضه أو يقدمه الرئيس أردوغان كما تقول؟ أظن أن الأدلة التي بيد السيد رجب طيب أردوغان قوية جدا، أظن أنه سيقدم له ملفات قوية. هذه الملفات سوف تضعه بين خيارين، إما أن يدعم منظمة إرهابية لتكون ليس بلاء على تركيا فقط، بلاء على سوريا وعلى العراق وعلى المنطقة، أو أن يستمر في التحالف الذي جمعهم لمدة سنوات طويلة وسنوات تاريخية بين تركيا وبين أمريكا. لا يمكن أمريكا أن تتخلى عن تركيا، ولا يمكن تركيا أن تتخلى بعلاقاتها مع أمريكا. فلذلك الآن هذه الزيارة هي التي ستضع الخطوط الرئيسية. نتمنى أن تستجيب القيادة الأمريكية طبيعي لهذه المقترحات. نعم. وهذه الأدلة التي ستقدمها تركيا، وأن لا تضحي بدولة مثل تركيا عضوة في حلف الناتو وعندها قواعد عسكرية يستخدمها حلف الناتو. نعم. وأيضا مقابل المنظمات الإرهابية كالبيدي وأيضا فتح الله جولان الذي
تحميه أمريكا وتسهل له كل الأمور على الأراضي الأمريكية. يعني نحن نتحدث سيد غزوان عن احتمالات، في حال قررت الولايات المتحدة الاستمرار بدعم الأكراد وإرسال هذه التطمينات التي ترسلها للأتراك، ما خيارات تركيا الحقيقية على الأرض؟ الخيارات أنت رأيتيها ببرودة العلاقات بين أمريكا وبين تركيا بزمن أوباما. بزمن أوباما هو تعهد أن تنسحب قوات البيدي من بنبج وتسليم بنبج إلى أهلها، إلى أهل هذه المدينة، ولكن مع الأسف إلى الآن قوات الحزب الاتحاد الديمقراطي لم تنسحب إلى هذا اليوم من بنبج. فإذا أوباما ضحى بهذه العلاقات، ضحى بتركيا وأسوأت العلاقات، ولم تصل العلاقات بسوءها كما وصلت في عهد أوباما. الآن ترامب عليه أن يرمم هذه العلاقات وأن يعيد الحسابات مرة أخرى، وأن يجذب تركيا لتبقى بجانبها في تحالف وفي علاقات متطورة. لا يمكن أن تتخلى تركيا عن أمريكا مقابل منظمة إرهابية، منظمة صغيرة تستطيع أن تتخلى فيها مقابل عن علاقاتها مع تركيا. فلذلك الخيارات كثيرة أمام تركيا. تركيا هي التي في المنطقة. نعم. تركيا هي التي جار إلى سوريا وليست ما أمريكا. ما أوراق تركيا يعني أمام موازين القوى هذه يعني سيد غزوان؟ يعني ما هي الأوراق التي يمكن أن تلعب بها تركيا إذا ما قرر الأمريكيون الاستمرار بدعم الأكراد على حسابهم؟ يعني أولا أنا لا أريد أن أفترض هذا الافتراض، يعني أنا أظن أن إلى الآن الرسائل التي أرسلها ترامب منذ انتخابه إلى الآن إلى تركيا كانت شبه مطمئنة للسياسيين الأتراك. فلذلك هذه الزيارة نعول عليها بشكل كبير جدا. أنا ممكن أجيبك على هذا السؤال بعد هذا اللقاء، أين سيتمحص هذا اللقاء؟ أين ستصل العلاقات؟ أين ستصل الأدلة التي ستقدمها تركيا إلى أمريكا؟ كيف تستطيع أن تتخلى أمريكا عن تركيا؟ ولماذا طب في المقابل لماذا هذا الدعم الذي يبدو مطلق من قبل الولايات المتحدة للأكراد؟ يعني ليس دعم مطلق، نحن نأخذ مثال الدعم الذي قدم إلى البيكيكا من بعض الدول خلال 30 سنة. هم لا يريدوا للبيكيكا أن يؤسس أن يحقق أهدافهم، يريدها منظمة تحقق لهم أهدافهم، وهذا ما يحدث في سوريا الآن. في سوريا من الذي يحقق أهداف الدول الكبرى؟ الدول الكبرى لا تريد أن تتدخل مباشر، لا روسيا ولا أمريكا على الأرض، إنما تستخدم المنظمات وتستخدم الدول مثل إيران ومثل منظمات حزب الله وأبو الفضل العباس وداعش، تستخدم مثل هذه المنظمات لتحقيق أهدافها القذرة، لأن هي لا تستطيع هذه الدول أن تتدخل بشكل مباشر لعمل هذه العمليات على الأرض السورية يعني وعلى الأرض العراقية. يعني هي ترى في الأكراد، يعني الولايات المتحدة ترى في الأكراد ورقة نفوذهم في سوريا. ورقة ستستخدمها، وعندما تنتهي من استخدام هذه الورقة ستلقيها كما هي ورقة داعش. ورقة داعش أيضا في القريب العاجل ستسمع أن تخلت عنها تماما أمريكا، وإن كانت هي لم تعلن عن دعمها لهذه المنظمة، ولكن يعني إلى هذا اليوم هناك كثير من الأدلة أن داعش ومنظمة البيدي وأيضا الحزب الله وكتاب أبو الفضل العباس، كل هذه المنظمات تدعم من قبل هذه الدول لتحقيق أهداف لها. لكن هل وصلت هذه الدول إلى أهدافها التي تطمح لها؟ لا أبدا. حتى النظام السوري عندما تنتهي من النظام السوري وصلت الفكرة سيد غزوان، كما خلعت صدام حسين، كما تركت صدام حسين. فإذا السياسة الأمريكية معروفة، هي تستخدم نعم. أعذرني على ضيق الوقت، وعندما تنتهي منها تلقيها كما تشاء. شكرا جزيلا لك سيد غزوان المصري الكاتب والباحث في الشؤون التركية من اسطنبول على هذه المشاركة. بذلك مشاهدينا الكرام نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج أضواء على الأحداث، ألقاكم في حلقة جديدة، إلى اللقاء.